للسائل وضع المصحف في السيارة من أجل أن يكون حافظا له من الشر، هل يكون داخلا في الاستعادة بكلمات الله؟ لا، هذا من اتخاذ الحروز، من اتخاذ الحروز، وهذا لا يجوز. المصحف لا يؤخذ حرز، إنما المصحف يؤخذ للقراءة، قراءة القرآن فيه والحاجة إليه وتعلم القرآن. أما أنه يؤخذ حرز على أنه يحفظ الإنسان أو يحفظ السيارة أو يحفظ البيت، هذا لا يجوز. نعم.